افتحي لي تليفونك بعمره. مرسي مرسي. شو بدك من تليفوني؟ أم انت مرسي. ام الكل. ايه والله كثير اللي بيعجبني يعني بهيدي وهيدي اللي بتعجبني. انا بالنسبه لي انت علامه فارقه بغنية صبحي توفيق. اوه وغنية ربيع الخولي. ربيع الخولي ياي، انا اول وحده عملت اغاني لعيد الام بهالغنيتين هدول. هلا من بعدها صاروا يقلدوني يعني، بس ما طلع. مين قلدك؟ ما خصني ما بعرف. طيب يلا افتح الواتساب، افتح الواتساب تبعك بدي اعزبك. ولا الواتساب ولا الواتساب. لا بدك تبرمينا اياه هيك. خليني اروح انا وياك على الواتساب ونشوف تيم حسن. ما في بيني وبينه كونتاكت، عندي ارقامه وحاولت من زمان يعني من البدايه لما اخذت ارقامه واعطاني اياها. شو كاتب اسمه هون؟ تيم حسن. بالعربي او بالفرنسي؟ بالانجليزي. بالفرنسي كله بالتيبل. ايه بس ما بي ما بيرد. لقيت اني مره حطيت له معايده ما فتحها ما شافها، ما قمت لغيتها وما عدت بعثت له. لما هالمره شفته قلت له قلت له تايم شف لي هدول الارقام ارقام. هذا تايم دبي؟ ايه هذا رقم وهذا رقم. قام قال لي اثنيناتهم لإلي. اوكي هيدي مثلا صوره معايده انا بعثتها لتايم حسن. ايه كانت معايده بعيد الاسلام وهيك. ما فتحها يمكن حتى لانه ما في علامه خضراء. ما في علامه خضراء. ايه خضراء ما فتحها. فخلص ما عدتها ما بعيده. ايه قلت له ورجيته اياهم قال لي اوكي معلش هدول هن ارقامي. طيب. بس ما تعطيهم لحدا. قلت له انا رح اطلب منك على الهوا مباشره تبعتي لتيم حسن هلا مساج تقولي له انه تمام بلاي سالني عنك، فانا قلت له فتح التليفون تبعك وانا عم ببعث لك مساج لانه طلب مني على الهواء ابعث لك رساله محبه وبتمنى انه تقرا واتساب. وشو برد منك بتخبرينا؟ بعثي له تايم كذا 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 كذا. حبيب قلبي تايم كيفك؟ يعطيك العافيه، انا عارف انك هلا عم بتصور بفلوغه بالمعارك وهيك ويعطيك الف عافيه، بس انا عم صور برنامج مع الكبير تمام بلاق حبيب القلب واصر اني ابعث لك فويس ويشوف اذا حترد علي. قلت له انه صعبه لانه هلا هو بتصوير والتليفون ما بيكون معه. هلا هو ما اقتنع، قال لي بعتي لنشوف. شو رح تقولي له لتايم؟ تايم حسن هلا بالواتساب شو بتقولي؟ شو رح اقول له؟ بدي اقول له الله يوفقك ويحميك وان شاء الله يكون هالجزء ناجح جدا مثل العاده ونحن بنكبر بوجودك. شكرا لك وشكرا لتايم حسن. اكيد الرد على هيدا الواتساب بتشوفوه اذا بعت له واذا رد عليها عبر الاونلاين.